هل ورد أن المعتمر يصلي في مكة 5 فروض ثم يسافر؟ وما حكم الأدعية المنتشرة في هذه الكتب التي يقرؤون أو يقرؤون منها للطواف والسعي؟ لم تحدد الصلوات في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة لما سواه، ولم يحدد. فيصلي الإنسان ما تيسر له من الصلوات في الحرم، ما تيسر له بدون تحديد. وأما الأدعية فالإنسان يدعو بما تيسر له، يجتهد في الدعاء بما تيسر له، ولا يتقيد بكتب، ما يتقيد بكتب، يدعو هو بما تيسر له. ما يعرف يقول رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، ربي ربي، ما يعرف يقول كذا، ما يحتاج إلى كتاب. رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، ربي توب علي، ويسأل حوائجه اللي هو يحتاج. الناس تختلف حوائجهم، فيسأل ما يحتاج من أمور دينه ودنياه. وأما القراءة من الكتب فإذا كانت هذه الأدعية التي في الكتب صحيحة من الكتاب والسنة فلا بأس، أما إن كانت غير صحيحة فلا يجوز له أنه يدعو بها، يعرضها على عالم من العلماء أولا، والعالم يبين له الصحيح منها وغير الصحيح. نعم.